يسعد أوقاتكم. هاي وسيلة تعليمية وترفيهية وفنية ثانية. هاي الوسيلة إيش رح نعمل فيها؟ في عنا قطع استرس وفي عنا رسمة عليها أرقام. لنفرض نحكي عن اللون الأخضر، رقم 1، كل دائرة بقلبها في 1 لازم نحط عليها استرس لونه أخضر. هاي الاسترس الأخضر. عنا أصفر لرقم 4، أزرق لرقم 6، أحمر لرقم 7، وفي عنا كمان البنفسجي لرقم 2، وهكذا. على نفس الوسيلة التعليمية من الخلف في عنا نفس الرسمة ملونة، مطلوب منكم تلونوها بألوان خشبية أو ألوان فلوماستر، رح يطلع كتير لونهم حلو. هاي الألوان اللي ممكن تستخدموها لتلوين هاي الرسمة. عندنا اللون الأحمر، في عندنا هاي المنطقة هي لون أحمر، ما بنلون بطريقة فوق ولا تحت وعلى اليمين وعلى اليسار، بطريقة مرتبة شوي شوي. وهيك لحتى تصير الرسمة كلها جاهزة. بنحب أكيد نشوف لوحاتكم وننشرها، ننشرها على صفحة مؤسسة فن من القلب. وأنا جيهان أبو عمر حبيت أعطيكم فكرة عن كل هاي الوسائل اللي ممكن تستخدموها عندكم. هاي قطعة الاسترس، هون اللوحة تقريبا صارت بنصها، بس عليكم إنه تحطوا كل استرس مكانها.